في تحدي اليوم، التحدي اللي حبينا ان احنا ننفذه هنا في سوق الشنيني لارتباطه بالموروث والعادات الشعبيه لابناء هذه المدينه الحالمه، وكمان لانه موجودين من المواد اللي احنا مستعدين ان احنا ننفذها في المتسابقين او بالاصح الضحيتين. قبل ما نعرف تفاصيل السباق المكون من مرحلتين كالمعتاد، نتعرف على الموجودين معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ الحمد لله. تعرف نفسك؟ اسماعيل حمود عطاء. اسماعيل، كيف حالك اسماعيل؟ الحمد لله. تعرفنا باسمك؟ عبد الرحمن بشير عبد السلام. كيف حالك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله بخير. الاثنين من ابناء منطقه الشنيني؟ منطقه الشنيني. بتشتغل وساكن هنا ولا كيف؟ لا اشتغل ساكن بوادي المدار. وانت يا اسماعيل؟ ساكن البيت هنا والدكان بالشنيني. طيب انتوا الان داخلين معنا تحدي، والتحدي مضمونه انه الفائز منكم هو اللي حينفذ التحدي بطريقته الصحيحه من غير اي اخطاء. اتفقنا؟ اتفقنا. قبل ما خليني اشرح لك قبل ما اتفقنا. طبعا السباق في مرحلته الاولى يتمثل بانه كل واحد زي ما احنا شايفين مع اكياس مشمعه، ومعانا هنا بسباس. ايش هذا النوعيه؟ عيترين. كيف هو، حار ولا بارد ولا؟ يعني في منه اللي جه حبه كبير جه حار، في منه يعني متوسط ما يكونش الحار مره. طيب تتمثل السباق في انكم يا اسماعيل يا عبد الرحمن مع صدام اللي حيضبط لكم لمده دقيقتين ونصف الدقيقه، بانكم تعبوا البسباس الى داخل الاكياس وتربطوا. اكثر واحد بيعبي بسباس الى داخل الكيس ويربط من غير ما يعطس، اذا تاخذوا وضعيه الاستعداد تجلسوا يا شباب. انا شيكم تجلسوا، وزي ما قلنا اي واحد منهم بيعطس او اي واحد بيخلص حسب طبيعة السباق حنشوف من حيكون الفائز معنا. لحظة أول ما أعد، واحد، لا تنسوش دقيقتين ونص، اثنين، ثلاثة، بسم الله. أنا حسنا اللي بعطس مش هم اللي بيعطسوا. لا تعبوا الكيس مليان. الكيس الشيء تعبي مليان من غير ما تعطسوا. قربوا رأسكم. بسرعة، الوقت يمشي معاكم. عبي مليان يا اسماعيل، يا عبد الرحمن عبو مليان. نشوف الوقت كم باقي معايا. اسماعيل ولا عطس ولا تكلم. اغسلوا اكياسكم، لا تخبطوا الاكياس، هذه اكياسك انتهى. سريع بسرعه، الوقت كم باقي؟ معانا دقيقه ونص يا شباب باقي. سريع. عبي مليان. عبد الرحمن شوف اللي حيعبي اكثر. مليان. لا ملي. الكيس لازم يكون مليان. يلا كم باقي من الوقت. انتهى الوقت. صب. بس. تعال هنا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طيب الآن حنشوف عدد الأكياس. أنا كمان مش قادرة حتى أتنفس. لكل واحد منهم، ونشوف كمان الأكثر أداء ومهارة في إنه عبى الأكياس كويسة. شوف لنا حقك يا عبد الرحمن الأكياس كم عددهم. نقعد مع عبد الرحمن. واحد، فرزهم لهنا يا عبد الرحمن. خرج كذا. واحد اثنين. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11 12 13 14 15 16 كيس عباه عبد الرحمن. ونشوف اسماعيل كم عبى اكياس معنا. عد حقك اسماعيل. لا هناك يا اسماعيل، شيل هذا. لا اسماعيل هات هذا. خلاص هذا خرج من السباق. هذا خرج من السباق. يلا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
14 كيس ما بين أكياس عبد الرحمن وأكياس إسماعيل. نشوف الجودة في الأداء، هل الأكياس مليانة ولا في كيس فاضي؟ زي ما احنا شايفين أكياس إسماعيل مليانة، أكياس عبد الرحمن مليانة. هات هذا الصغير النشيد الفاضي. لا هات هذا الطارف اللي هناك. من نص. هات الثاني. لا هذاك الثاني الفاضي. هات هذا الصغير هذاك اللي جنبه هذا. أكياس ممتلئة. إذن كان معنا هنا 16 كيس مقابل 14 كيس، لكن معنا الكمية هنا، الكمية الموجودة أكثر من الكمية الموجودة في الأكياس، لأنه في معنا أكياس من نص، يعني إذا مثلا أخذنا كيس وكيس حيعتبروا واحد إذا هم مليناهم. سوري، هذا الكيس مليان تمام، مختلفناش، بس في معك اثنين أكياس بس. أيوة. اثنين أكياس فاضيين مقابل، كيف يشوف المخرج؟ كيف يشوف؟ معك هنا أكياس فاضية من نص، اثنين أكياس فاضية أو ثلاثة أكياس فاضية، وهنا معنا 14، كيف تشوف؟ إذن الجودة أمام العدد، فإذا عملنا عملية توازن حيكون الاثنين متعادلين في المرحلة الأولى. تعالوا مع بعض نشوف المرحلة الثانية من هذا التحدي. المرحلة الأولى كانت في الشم، المرحلة الثانية في الطعم. تحب السحاق القبل؟ وسط. تحب السحاق القبل؟ ماشي، أيام بأيام. صح وقت من قبل قبل؟ واصل. وانت؟ أنا الحمد لله. من فين؟ هنا بسوق أصل القبل. طيب المرحلة الثانية من السباق أنكم تسووا سحاق القبل، بس فين؟ بفمكم، يعني مش حتى قد سحاق القبل، وإنما في معنا طبعا نوعين من البسباس. هذا البسباس إيش سمونتو؟ السحولي من إب. هذه هدية لك، بسبس سحولي واحد، وإنت لك بسبس سحولي، وهذا البسبس الثاني إيش سموه؟ زعيتري. والله هدية لك واحد، وإنت بسبس زعيتري واحد. وبعدين معانا علشان يطلع البسبس طعمه حلو إيش نسوي له؟ ثومة. فص من الثومة لعبد الرحمن، وفص من الثومة لإسماعيل. سحاق القبن إيش ناقصه؟ بس اي شيء تسحقوا قبن الزعتر غير سحاق قبن ايش ناقصه؟ القبن. فمعانا هنا قبن مالح بعدد ربع قطعه لكل من المتسابقين. طبعا قبل ما تقشروا نسكر ربع القطعه حقت من القبن. طبعا هنا زي ما هو معروف سوق الشنيني الاقود انواع القبن، وناس كثيرين بيجوا يمروا يشتروا من هنا القبن، وبعدين البسباس، وبعدين الثومه. واحد اثنين ثلاثه، بسم الله. لا هنا يتخرج من السوائل، بسم الله. ما حد يرمي الأرض. سحاق قبل، يلا بسم الله بسم الله. هو بيستحق في المعدة. البسباس، يلا البسباس، مطبع البسباس معكم، البسباس كل البسباس. والثومة لا ترميش، البسبس حقك ثلاث. وكل البسبس وكل البسبس وكلهم. سرعة معنا دقيقة، سريع معنا دقيقة صدام الوقت، دقيقة. الثومة دقيقة. طب بلعوا. ابلع. كيف طعمه؟ ما لي دخل بلع. كيف طعمه؟ ما قدرش اتكلم. تمام. كيف طعمه؟ الحمد لله طعمه حلو. طبعا هنا عيونه حمر. شوف عند الكاميرا، عيونه حمر. كيف طعمه؟ تمام. أكلت البسبس؟ متأكد من الثومة؟ أكلت البسبس؟ تمام. ما قدرش طبعا دقيقة إنه يعمل
ثومة مع بسباس مع جبن مالح، فهنا كانت الإشكالية. طبعا الاثنين لحظة تخلص، زي ما احنا شايفين أكلوا البسباس مع الثومة مع الجبن، والاثنين تقريبا سابوا قطع صغيرة وبسيطة جدا بعد انتهاء السباق، وبالتالي الاثنين حيكونوا متعادلين أيضا في المرحلة الثانية. عليك بالعافية، صحتين وهنا. عليك بالعافية. الحمد لله. ليش سؤال كذا؟ بسباس مع باغي بدأ الفاي حمر. شو ألف مبروك، أنتما كنتما معنا اليوم فائزين اثنين في هذه الفقرة. ألف مبروك، الكيزة مقسومة بينكم بالتساوي، وإن شاء الله نشوفكم في تحدي ثانية.